طب قشطة، مش عايز الطعم المزز، حسيت بمزاز. عندي كوباية زيتون، عندي كوباية فلفل رومي، عندي كوباية طماطم بيضة لو حبيت، بتبقى للوش بتلونه حلو جدا. لو ما احتجتهاش خلاص، عندي باكت جلاش كان في الفريزر على فكرة. عندي جبنة موزاريلا، بلاش الرومي لأن الرومي يعني شوية مش وشوية ما فيش ضمير يعني في اللي بيبيعوها يعني كده، ما عدا طبعا سوبر ماركتات تحفة، لكن عند الفطافرية بتبقى حاجات معينة كده مخصوصة للفطاطرية، في ناس 90%